السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم رحلات التعليمية الأوائل دي جي في عصر جديدة من حيث اللغة العربية ليست أولى متوسط تعليم النص الاصطياب على الأفكار زائد أفهم النص زائد الأسئلة الفهم زائد أتم اللغة زائد القيمة المستخلصة. أرى شرح المفردات رابية ما ارتفع من الأرض، هيبة الصوت تحرك الأشجار، قرارة عن ما جارية، الفكرة العامة، وصف الكاتب حياة الريف وجمالها في فصل الصيف واختلافها عن حياة المدينة، الأفكار الأساسية، وصف الكاتب لحياة الريف وحياة المدينة. وصف الجانب الطبيعي في موسم الاصطياف، استمتاع الجانب بقراءة الكتاب وهوية أحفاد الطبيعة، البغز العام، سبحان الله الذي خلق الطبيعة، مفهوم النص العام أنا حدث الجانب في نصه، انتقاله من المدينة إلى المصيف، المكان الذي ذهب إليه. في الريف نطق المعنى والصور الذي أقصدها الأشجار الخضراء والحقول العميقة، وهكذا أعزائي الذين نكون على صلة إلى نهاية الفيديو وآخر لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.